يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي يأتيكم مباشرة على قناة الطناصة على تمام الساعة 5:05 من كل سبت واثنين وربع وثلاثاء وأربعاء. ونستضيف في مثل هذا اليوم مثل الساعة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم تبعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، ورقم الآخر 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل عبر أرقام الفايبر وتأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى. إذن نرحب معا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، حياكم الله شيخنا. مرحبا بكم شيخنا. يا أهلا وسهلا، أسأل الله يحفظكم شيخ ويبارك في أعمالكم وفي علمكم. آمين. شيخنا اليوم سلسلة جديدة إن شاء الله تعالى في فقه البيوع أو البيوع وأنواعه بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة أولى، ولن نستمر بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقكم صحة والعافية طول العمر في طاعته، نستمر إن شاء الله إلى ما شاء الله حتى ننتهي من هذا الباب المهم شيخنا بارك الله فيكم. وسؤال شيخنا الذي يطرح نفسه، يعني قبل أن نبدأ في موضوع ما هو البيع، حكم البيع، حكمته ومشروعيته، موضوع شيخنا الذي يلامس حياة الناس ويعني هذا البيوع وهو كالطهارة والصلاة وبقية العبادات، فالسؤال شيخنا هل يجب على من أراد أن يبيع ويشتري أن يتفقه في هذا الباب كما يتفقه المسلم في سائر أنواع العبادات ليعبد الله على بينة؟ يعني توضيح شيخنا لأهمية هذا الموضوع من البيوع الذي استهان فيه كثير من الناس، فإذا وقع الفأس في الراس يقعد يسأل ويقعد وقع في الحرام، فهل يجب عليه أن يتفقه قبل أن يدخل السوق شيخنا؟ تفضل شيخ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وبعد نعم، فإن الموضوع لهذه الحلقة وما يتبعها إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، آمين، يعني موضوع مهم نعم، ويعني يهم كل من يباشر هذا العمل، وقليل من الناس من لا يباشر مسألة البيوع والشراء ولو مرة في العمر، وهو من المواضيع الصعبة. فأنا أذكر أن إمام المذهب رحمه الله تعالى الإمام مالك سئل عن مسألة في البيوع، قال له أحد الأشخاص يعني البيوع مسألة صعبة لكن ابن القاسم يتقنها، وهو تلميذ مشهور يعرفه الناس نعم، من أشهر تلاميذ الإمام. قال له الإمام مالك لهذا الرجل الذي أعجب بفقه ابن القاسم في البيوع، قال له من أين عرفها ومن أين أتقنها؟ قال له يا أبا عبد الله قرأها عليك. قال أنا لا أتقن البيوع، فكيف يتقنها هو؟ هذه هي في نوع من المبالغة، لكن تدل على أن فعلا موضوع البيوع موضوع شائك وليس سهلا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى
نرجع إلى يعني المقدمة الضرورية التي بدأتم بها، وهي أن الأحكام الشرعية بصورة عامة تلزم الناس عندما يكونون قريبا منها. يعني العلماء يتحدثون متى يعني تدرس أو تعلم أحكام الزكاة؟ قالوا إذا كان لديك نصاب. أما إذا لم يكن لديك نصاب مما يعني قرر الشارع الزكاة فيه، فليس عليك ألا تتفقه في علم الزكاة. وكذلك إن أردت الحج وقد قرب موعده، يلزمك أن تعرف أحكامه. وهكذا يعني كل المواضيع في العبادات والمعاملات، إذا اقتربت منها وستدخل فيها فلا بد لك من الإلمام بأحكام الشرع حتى لا تقع في الحرام. لكن متى يجب عليك ذلك؟ عندما تكون على مقربة منها. ولذلك قالوا الصيام متى يجب على المكلف أن يعرف أحكامه؟ في آخر شعبان. لكن هل تستطيع أن تحدد يوما أو يومين؟ لا، هذه القضية تعتمد على مسألة إمكانية ومقدرة من سيتفقه في هذا الأمر كم يكفيه. يعني فيه نوع من الناس حتى يستوعب الصيام لابد له من دراسة شهر كامل بل أكثر، وبعضهم يكفيه 7 أيام، وبعضهم يكفيه يوم واحد، وهكذا بقية أقسام العبادات والمعاملات. هذا تعتمد على ذكاء الشخص واستيعابه، وهل تلزمه منه جزئية واحدة أو تتنوع الجزئيات في الموضوع عنده. لكن لا بد لي أن أقول أن قاعدة فقهية معروفة وهي فائدة مهمة لجميع الناس، يقولون لا يحل لمكلف أن يقدم على فعل شيء أو قول شيء، لأن هي الأمور تتعلق أحيانا بالأقوال وأحيانا تتعلق بالأفعال. لا يحل له قول شيء أو فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه، فإن لم يفعل ذلك قال كان آثما. فإذن لابد أن يتعلم ويسأل، إما بالتعلم كما ذكرنا أو بالسؤال. نعم، إنما شفاء نعم السؤال، فيسأل من له علم بذلك حتى لا يقع حضور. هذه لابد أن نصبر على أنفسنا، لا يحل لنا أن نفعل شيئاً أو نقول قولاً إلا بعد أن نعلم حكم الله فيه، إما بالتعلم أو بالسؤال. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. إذا شيخنا، إذا نبدأ في موضوعنا وهو يعني الموضوع ما البيع، يعني أركان البيع، كي نعرف ما هو البيع، ما حكم البيع كذلك. أول حاجة يعني تعريف البيع شيخنا. نعم، بالنسبة للفقهاء خصوصا المالكية يعنونون هذا الباب بالبيوع وما شاكلها. شاكلها يقصد اقترب منها في الأحكام، ويدخل تحت المشاكلة هذه مجموعة أحكام فقهية نعم قريبة من البيع، منها الإجارة، ومنها القراض، ومنها القرض، ومنها السلم، ومنها الحوالة والحمالة والرهن والخيار. فهذه كلها نعم، ويدخل معنا الصرف كذلك. هذه المشاكلات للبيع، ولذلك يتحدث عنها فقهاؤنا عندما ينتهون من البيع. إذن يبتدئون بالبيع ثم تتواصل
العناوين كما ذكرنا أو العنوانات على من لا يرى كلمة العناوين أنها صحيحة من حيث اللغة. نعم. أو العنوانات أصح عنده. نعم. أما الذي أعرفه فإن الكلمتين متساويتان في الصحة. فهذه قضية ما شاكلها. نعم. أبدأ بالبيع إذن. ما هو تعريف البيع؟ البيع له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما التعريف اللغوي فيطلقون على البيع المبادلة، هذا في اللغة، لأن فعلا القضية تتعلق بشخصين أعطى كل منهما للآخر شيئا وقبض شيئا من صاحبه، فهي قضية مبادلة. المبادلة هذه تارة تكون بالسلع، يعني عروض، ليست لا يدخل فيها النقود، وهكذا كان الأمر قبل أن تخترع النقود، كان الناس يتبادلون بينهم بالسلع، واحد تلزم كذا وعنده كذا والآخر بالعكس يعطي هذا سلعته لهذا والثاني يعطي سلعته للآخر، هكذا كان الأمور. ثم اخترعت النقود فأصبحت هي في الغالب هي الأثمان. فإذا أصل البيع في لغة العرب هي المبادلة، لكن ما هو تعريفها أو تعريف البيع شرعا؟ سأتكلم عن تعريف هو في نوع من التعقيد لكن يرجع إليه معظم الفقهاء، لأن صاحبه يعني كان متخصصا في قضية التعريفات، حتى إنه اعتمدها في كتابه المشهور. أقصد العلامة التونسي محمد بن عرفة الورغمي. ورغمة بلد في الجنوب التونسي منسوب إليها، فهذا كان يعني يتفنن في مسألة التعريفات، فهو ألف كتابا سماه يعني المختصر، سماه المختصر، هو ليس مختصرا لكنه عنده مختصر. وبدأ العناوين، بدأ قضية أبواب الكتاب بتعريفاتها، لما وصل إلى البيع عرفه فقال هو عقد معاوضة على غير منافع، عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. وسنعرف إن شاء الله لماذا قال هذه الكلمات، عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة، معين غير العين فيه. هذا انتهى تعريف ابن عرفة، يعني هذا لمن ليس له فكرة عن الفقه لا يعرف من هذه الكلمات إلا قليلا، ولذلك لابد أن نشرحها حتى نكون على بينة من تعريف هذا العلامة. إذن قال عقد معاوضة، معاوضة معروفة. نعم نعم شيخنا، يبدو هناك انقطاع في صوت الشيخ يعني. نعم إذن نعم يجري الاتصال بالشيخ إن شاء الله تعالى. إذا ننتظر شيخنا الله يحفظه إن شاء الله تعالى حتى يرجع الاتصال بالشيخ بارك الله فيه. ونحن اليوم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى وسلسلة جديدة من فقه البيوع
بحول الأوقات. هذا الفقه مهم جدا جدا، لأن بعض الناس يستحدث بعض البيوع ويألفون هذا بدون أن يعرفوا صحته من عدمه، وهذا نراه في السوق الآن فيما يجري في بلادنا، وما أكثر نوازل. يعني تصبح الصباح تجد يعني 20 نوع من البيوع الجديدة، وتمسي في المساء وتجد يعني نوع آخر، وهكذا الفقهاء يعني أتعبناهم حقيقة بكثرة هذه الأنواع البيوع الحديثة والمعاصرة، واستخدام الكروت البيع هذه من الفيزا وغيرها وغيرها، وكذلك أنواع الآلات التي تستخدم وأنواع الماكينات يعني في البنوك. فنحتاج أن أتمنى أن كل المشاهدين وكل أخوة المستمعين، وخاصة من أهل السوق وخاصة التجار الذين دخلوا في التجارة، يظن بعضهم أنه يفقه مسائل كثيرة وهو يقع في كثير من المحرمات وللأسف. إذن نأخذ بعض الاتصالات إن شاء الله حتى يتم الاتصال بالشيخ. نعم عبد الله من طرابلس، تفضل أخي عبد الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا عبد الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك يا أخي، بارك الله فيك، أهلا وسهلا بك. يا شيخ، احنا سمعنا ان في فتوى شرعيه من دار الافتاء، نعم، بخصوص مقاومه الغزو الروسي. نعم. الحقيقه احنا سعداء بالفتوى هذه، ولكن هي جت متاخره شويه. احنا تمنينا ان هالفتوى هذه تكون من زمان. لا، تمنينا الفتوى هذه تكون من قبل سنه او اكثر. يعني شنو الفرق يا شيخ؟ شنو الفرق بين الغزو الروسي والغزو الحفتري والغزو المصري والغزو الإماراتي؟ كل غزو هو كل، شنو الفرق؟ هذا يقتل وهذا يقتل. هو بالعكس، هو دار الإفتاء تحدثت بس على غزو السوسي، فهو يعني هو نفسه اللي استعان بالفرنسيين واستعان حفتر لما دخل بنغازي. دار الإفتاء تحدث عن الموضوع هذا يعني. لكن ما قالوش فتوى بمقاومة، ما قالوش بمقاومة. هو نفسه ومن الذي استعان بالروس إلا حفتر؟ هو الواجهة الآن حفتر، يعني هو الذي استعان بالروس، ولا زال نفس الفتوى من 2011 إلى هذه اللحظة لمقاومة المجرمين والظلمة يعني. إذن يا شيخ، بعدين يا شيخ نتمنى، أنا يا شيخ عفوا يا شيخ، أنا ألو. نعم نعم أخي. يا شيخ أنا نتمنى من دار الإفتاء دلنا فتوى ثانية بخصوص القنوات الفضائية، هذه القنوات اللي تحرض، خصوص القنوات تحرض لل القنوات اللي تحرض على الفتنة وتحرض على القتل. هذه نبو فتوى للأشخاص هذومايا اللي يخدموا فيها الموظفين هذومايا، يعني تدير فيهم فتوى. هذا والله يا شيخ أخطر من هذومايا، أخطر من ال نعم. أخطر من ال من ال من ال بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا جزيلا. إذا عاد الشيخ إن شاء الله تعالى، نستمر مع الشيخ. شيخنا آسف على الانقطاع، آسف يا شيخنا. شيخنا كنت اتفضل شيخنا، اتفضل. الامام ابن عرفه. نعم نعم، هذا التعريف يا شيخنا تعريف طويل وشديد، ويبدو انه فيه مصطلحات كثيره. نعم، هو الموضوع البيوع نفسه يعني فيه صعوبه. فعلا فعلا، وابتداء من تعريفه. تفضل يا سيدي. على كل حال سنحاول تسهيله ان شاء الله. نعم. وعقد معاوضه، العقد معروف، كل ما يجري بين شخصين يعني سواء كان شرعيا او غير شرعي هذيك مساله اخرى. ترد على الشروط الشرعيه. نعم. فهو عقد على كل حال، والبيع عقد كذلك، كما ان النكاح عقد، كما ان الصرف عقد الى اخره. نعم، فهو عقد معاوضه. بطبيعه الحال كل ما يحصل فيه التبادل سواء بين يعني نقود وسلعة أو سلعة وسلعة أو يعني في حالة الزواج أو النكاح إلى آخره، كلها تبادل، العقد يحصل على. ولذلك قال على غير ما نافع. لماذا؟ بس تخرج عنا منا وعنا تخرج الإجارة، الكراء، الإجارة عقد حتية، لكن ليست على عينين، وإنما هي على منافع. فالبيوع أو البيع عقد، نعم، على غير منافع ولا متعة لذة حتى يخرج النكاح، لأن النكاح عقد كذلك.
نعم بين طرفين كذلك، ولكن هذا العقد على متعة لذة. ولذلك يقول الفقهاء بالنسبة لعقد النكاح يبيح التلذذ بين الزوجين، وإن قضية الرجل يتلذذ بالمرأة فقط لا، بين الاثنين بين الزوجين. إذن هو عقد على غير منافع حتى تخرج الإجارة، لأن الإجارة منصبة على المنافع. نعم يعني تتأجر أنت مسكن تسكن فيه معناها المنافع، تأجر سيارة كذلك تركبها أو دابة هذه منافع إلى آخره. نعم على غير منافع ولا متعة لذة يخرج النكاح. ذو مكايسة، ولذلك العلماء دائما المكايسة ما هي؟ جاية من الكيس، يعني الفطنة والدفاع عن النفس ما أمكن. فذو مكايسة البيع، نعم مكايسة. ولذلك العلماء يقولون النكاح مكارمة والبيع مكايسة، لأن البيع تحارب فيه دون نفسك أنت، ماذا بيك البائع؟ إذا كنت أنت مشتري ماذا بيك البائع إيه يخفض لك في الثمن، وأنت إذا كنت أنت بيع السلعة يعني تتمنى من المشتري أن يزيد في الثمن لأنه في صالحك. فالمهم أن البيوع ذو مكايسة. نعم لما تدخل السوق أنت أو تمشي لتاجر ماذا بيك تجد السلعة الطيبة وكذا والتي هي بثمن مناسب. بعد ذلك يقول ابن عرفة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. العوضين يعني هي الثمن والمثمن، هذه العوضين اللي بيدفع المشتري واللي بيدفع البائع. نعم هذا العوضين، نعم خيرهم هذا. قال يكون أحد العوضين غير ذهب ولا فضة. أما إذا كان اثنين ذهب وفضة عايش يسمى بيع هذا إلا بالمعنى الأعم، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى صرفا. فالصرف عبارة عن إبدال نقود، يعني العوضان نقد ذهب وفضة. الآن عندنا يعني العملات بكثرة كثيرة، فإذا كان العوضان يعني ذهب وفضة، نعم ذهب أو فضة وما يقوم مقامهما من العملات بصورة عامة، فهذا ليس عن في الاصطلاح الخاص وإنما هو صرف. إذن ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. فإذا كان يعني الذهب والفضة فيمثلان العوضين فهذا صرف وليس بيعا. معين غير العين فيه. معين ما معناها التعيين؟ التعيين إما أن يكون بالذات، لما أنت بتشري سيارة والله منزل تعاينة يكون أمامك، فهذه معاينة، هذا نظر للعين هذا، أو سيارة هي أمامك كذلك. وتارة يكون البيع والشراء عن حاجة غائبة ليست أمامك، هذه كيف تعين أو لا تعين أصلا؟ لا هذه تعين بالأوصاف. فتارة تتعين العين أي الذات، وتارة تتعين العين هذه لا بالرؤية البصرية واللمس وما إلى ذلك، وإنما تتعين بأوصاف، حتى الأوصاف إذا كانت كثيرة حتى كأنك ترى. دائما العين إذا وصفت بأوصافها أو بمعظم أوصافها كأنك تراها رأي العين. نعم هذه بالنسبة لتعريف ابن عرفة. نعم طيب شيخنا بارك الله فيكم، هو اليوم
نأخذ حكم البيع، وعندنا أسئلة كثيرة سواء متصلين وإلا على صفحتك الخاصة جاءت عدة أسئلة. بسمع حكم البيع الآن ثم نعود إن شاء الله نأخذ الأسئلة. حكم البيع شيخنا؟ البيع تعت عليه أحكام وليس حكما واحدا. نعم. رأيت أن الأصل فيه الإباحة، لا أحد يفرض عليك أن تبيع سيارتك ولا منزلك ولا منزلك ولا كتابك إلى آخره. هذا الأصل أنه مباح، البايع مباح أن يبيع ولا يبيع، والمشتري كذلك، هذا الأصل. لكن أحيانا يكون المسلم مضطرا، هذا المشتري مضطر لسلعتك كالطعام مثلا، الطعام للجائع، هل هذا مباح بيعه له؟ لا، هذا واجب، لأن هذه فيها إنقاذ نفس، فيتحول إذن من الإباحة إلى الوجوب. نعم، إذن تعتريه الأحكام، بعض العلماء يقولون تعتريه الأحكام الخمسة، يعني الحرام، نعم، والوجوب والكراهة والإباحة والندب، لكل من هذه الحالات حالات خاصة ينطبق عليها هذا الحكم. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، ما حكمته وما مشروعيته البيع، يعني مشروعة البيع حكمته ومشروعيته؟ حكمته واضحة، وهي الوصول إلى ما في يد الغير، هذه حكمة البيوع والشراء. يعني احنا لم نذكر البيوع، تدخل معنا حتى كلمة الشراء، لأن قلنا ما يجيش هو طرف واحد، لابد من بيع ومبتاع، المبتاع هو المشتري، إذن لابد من شخصين، هذا هذان الشخصان يستفيدان بعضهما من بعض، فحكمة البيع الوصول إلى ما في يد الغير، الذي في يد الغير السلع التي يمتلكها، يعني متنوعة، فإذا لم توجد عملية البيع والشراء وأنت ترغب في أن تشتري منزلا أو سيارة أو طعاما أو شيء من هالقبيل، والطرف المقابل يرغب في الحصول على شيء آخر مماثل أو مخالف، ويرغب قبل ذلك في الحصول على أموالك ليشتري بها بغيته، فإذن هو الحكمة هي أن يتوصل الإنسان إلى ما في يد الغير كما يقول الفقهاء بسلام، لا بحيل ولا بإكراه ولا بغير ذلك، فهذا لذلك جعل الله سبحانه وتعالى للناس، وهذا فضل كبير للمولى عز وجل علينا، أن جعل البيوع يعني مباحة، والتبادل هذا الذي ذكرناه مباحا. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، حتى نستقبل الأسئلة، هناك أسئلة يعني اليوم وصلت على صفحاتكم الخاصة. شيخنا واحد يسأل فيما تتمثل الحيازة للهبة، أرجو التوضيح، وهل يجوز الواهب أن يوزع أملاكه للذكور متساوية ويستقطع جزء بسيط للنساء؟ يعني هو يتكلم عن أحكام الهبة. هي الهبة ستكون موضوعا أو أحد المواضيع لدرسنا، لكن لا بأس، ربما هو ينتظر الجواب، مع أننا تكلمنا عن بعض أحكام الهبة، وقلنا أهم شيء فيها هي قضية الحيازة، أن يحوزها الموهوب له، لكن هو يتحدث الآن صاحب السؤال بارك الله فيه، يتحدث عن قضية قضية الهبة لبعض أولاده، وتارة يكونون ذكورا كلهم، وتارة يكونون إناثا كلهم، وتارة يكونون مختلطين، وسؤاله محدد، هل يجوز التفاضل بين الذكور والإناث؟ وسنحن نجيبه إن شاء الله. بالنسبة للتفاضل، معظم العلماء جوزوه،
أما في قضية الإناث على الذكور فالذي أعلمه من مذهب مالك أنه إجماع بأن ذلك يجوز إذا كان الأفضل أعطاه للإناث، بمعنى أعطاهم الضعف أو شبه الضعف والذكور عكس ذلك، فهذا جائز عندهم. أما إذا كان الأمر هكذا للذكور هم الذين أعطاهم الضعف وأعطى نصف للإناث، هذا هو القسمة الشرعية في المواريث، فإذا فعل ذلك لا حرج عليه. وأما إذا حرم جزءا منهم وأعطى الباقي لبقيتهم فهذا الذي اختلف فيه العلماء اختلافا بينا، من الحرمة إلى الكراهة، وبعضهم قال يكره مع التنفيذ، وبعضهم قال يحرم مع التنفيذ، يعني إذا عرض الأمر على القضاء فإن القاضي ينفذه، لكنه من ناحية ديانية ارتكب حرمة عند بعض الناس، وبعضهم قال لا يزيد ما ارتكبه على الكراهة، لأنه طالما هذا الذي وزع أملاكه ما زال في حالة حياة وهو بصحة جيدة، لأن العلماء يفرقون بين ما فعل هذا وهو بصحة تامة وبين ما فعله وهو في حالة مرض، فحالة المريض لا يجوز له أن يتصرف في أمواله إلا فيما لا يتجاوز الثلث 1/3. وإذن لكن في حالة الصحة الأصل فيها أن الأملاك يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء ما لم يقصد ضررا، فإن قصد ضررا يعني أثم بسبب هذا الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يقصد الضرر بل مثلا أعطى شيئا زائدا لأحد أبنائه لأنه معاق مثلا أو هو غير قادر على العمل أو حدثت له نكبات كثيرة أو شيء من القبيل، فهذا اختلف فيه الناس ومعظمهم يجوزون أن يعطى له أفضل من غيره. نعم هذا السؤال. نعم الله ينفع بكم شيخنا بارك الله فيكم. الأخ ثاني يسأل شيخ يقول ما حكم شراء كروت رصيد الهاتف من محل بيع السجائر؟ وكأني به يحكي عن أو يريد أن يعرف مسألة التعامل مع التاجر الذي يبيع السجائر. بيع السجائر يعني ممنوع، معظم العلماء الآن يرون أنه محرم فهو يبيع الحرام، إذن ما حكم الاشتراء منهم؟ أما شراء السجائر فحكمها نفس ما ذكرنا، وأما شراء شيء يعني غير السجائر من الدكان نفسه من المتجر نفسه هذه أو من المتجر نفسه عفوا، هذه المسألة يعني فيها حرمة. لماذا هذه الحرمة؟ من جاءت من مساعدة ومساندة هذا الذي يرتكب معصية الآن، فهذا هو لم يعمل معصية صاحبنا الذي اشترى، ولكنه ساعد هذا الذي يرتكبها، ومن يساعد الذي ارتكب معصية فهو عاصٍ. لكن الإثم يعني يختلف من شخص إلى آخر. نعم جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا في أحد كذلك الدكتور اسمه رائف غنيمات على صفحتكم بارك الله فيك قال يبدو أنه يناقشك شيخنا على موضوع تمثيل الصحابة، يقول لك ولكن ما العلة في تحريمك يا شيخنا لتمثيل الصحابة؟ يقول لك لا أرى تعليلا واضحا سالما من القواضح فيما اطلعت عليه، فهل أفدتنا أستاذنا بتعليلك وجهتك لنفيد منها؟
بارك الله فيكم. بارك الله فيه أيضا. نحن نقول إذا كان يقصد من ناحية يعني أصولية أين الدليل من القرآن والسنة فليس دليل، لكن أقول له أنا يعني عرضت هذه المسألة هنا في المجمع الفقهي، وكنت من الذين يعني كانوا يمانعون هذا الأمر، والذي أمامي أن هذه تدخل في مسألة سد الذرائع، وهي من أصول إمامنا مالك رحمه الله تعالى، بل توسع فيها. فإذا أبحنا أن الصحابة تمثلوا في التمثيليات وعلى المسارح وإلى غير ذلك، فإننا سنسمح بعد قليل وقليل جدا بتمثيل الأنبياء والمرسلين، وهذه يعني كارثة كبيرة. نعم، فالصحابة نحن نحترمهم، وهم حملة الشريعة، وهم الذين أوصلوا الشريعة إلينا بما في ذلك القرآن والسنة. فنحن لم نحضر نزول القرآن، ولم نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه، ولكن وصلنا القرآن بالتواتر والسنة بالتواتر والآحاد وصلتنا، وأول هذه الطريق التي وصلنا ذلك عنه هم الصحابة. فلا بد أن نجلهم ونحترمهم ولا نجعلهم كبقية الأفراد، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ، نفع الله بكم. يبدو أن في أخ تسأل في موضوع يقول بقاء المعتدة ببيت الزوجية، ما الفعل إذا كان الزوج هو يعني مؤجر للبيت مش مالك البيت، هو مؤجر البيت وفي نيته في نيته ترك البلاد بمجرد الطلاق، يعني يبدو أنه في بلاد غير بلادنا يعني. تفضل شيخنا. بالنسبة للمعتدة يعني تبقى في بيت الزوجية إلى أن تنتهي العدة، وذلك في حالتين. الأول، الحالة الأولى أن الزوج نفسه يعني قد ملك هذا البيت، هذا في الحالة هذه لا يخرجها أحد من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها. والثانية أن يكون قد آجر هذا البيت ودفع كراءه، يعني إذا كان الكراء مثلا ما زال يغطي حتى مدة العدة، فلا يخرجها أحد، لا الزوج لأنه لا يملك ذلك، ولا صاحب البيت الذي أجره لزوجي، ولذلك هي لا تخرج. أما إذا كان هذا الكراء ينقضي بعد أيام من الطلاق، وهذا الرجل كما ذكرت في السؤال سيخرج أو سيسافر إلى بلاد أخرى، فليس ما هناك من حل إلا أن تخرج. نعم، فليس عندها من حل آخر. نعم نعم. طيب شيخنا نستقبل بعض المكالمات ثم نعود إن شاء الله تعالى. الأخ جمال من طرابلس، تفضل جمال. جمال من طرابلس أو عبد الله من مصراتة، تفضل يا جمال. يبدو انقطاع الكهرباء اليوم الكثير ينقطع لفترات طويلة لساعات طويلة، ولذلك نعم جمال. أهلا. السلام عليكم. عبد الله تفضل يا عبد الله من مصراتة. وعليكم السلام. تفضل. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تريليون تحية لك ولفضيلة الشيخ يا سادي. الله يسلمك يا خير الله. تريليون تحية لك ولفضيلة الشيخ. الله يحييك، الله يحييك، نسمع فيك يا أخي، استرسل، بارك الله فيك. ولسرتي هذه المحطة داخلها وخارجها، ولجميع مشايخنا الكرام، ولكل مخلص لهذا الحبيب، لهذا الوطن الحبيب. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا عبد الله. أنا سمحني فضيلة الشيخ بنداعب الشيخ شوي هيك. تفضل. عندي شوي مداعبة للشيخ. لا لا تفضل يا أخي. سمحني شوي يا فضيلة الشيخ. أنا تقريبا عندي أنا شو مشوفة معلومة إن فضيلة الشيخ تقريبا قاري في واحدة من دول المغرب العربي في الجزائر أو حاجة زي كي. نعم في الزيتون الشيخ. من إخواننا في هذه الدولة أنهم لا يقدرون. أنا طبعا مش خاصة بالعربية،
لا يقفون عند الوقف بتاعهم، ما يقفوش على على السكون. نعم. فضيلة الشيخ، طبعا انا اعذر في هذا، ولكن انت قلت هذه، ولكن احنا هذه لغه عربيه يا فضيلة الشيخ يا دكتور، هذه لغه عربيه وما نسمح لك يعني معلش سمحنا. ذهب الى المدرسه، ذهب الى السوق فيها طيب تكون في اللغه العربيه في نهايه الجمله، لابد نحترموه يا فضيلة الشيخ. الشيخ اعتاد على كتيبه القران، احنا نكتب على المله، زمان نكتب المله، لابد لا نقف على الساكن، على متحرك، ولا يضربنا الشيخ يعني. اعتادها الشيخ يعني. نعم يا شيخنا الكرام. نعم. اسمح لي بالله من فضلك. تفضل. فيها موضوع هو خارج الموضوع، لكن على قدر كبير جدا 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 من الأهمية. نعم. الو. نعم نسمع فيك يا أخي عبد الله، نسمع فيك، استرسل. نعم. على قدر كبير جدا من الأهمية. نعم. قد يكون خارج الموضوع، لكن هذا بيصب الموضوع آخر في الحاضر يا فضيلة الشيخ. أنا أحذر وأنذر إنذار أحمر شديد اللهجة، خط أحمر. أراه يا أخوتنا الوقوف اللي صاير في سلف، أراه هذا نتيجة مأساوية. أراه يعني يحكي لي واحد شاب غالي أمس الجبهة، يحكي لي قال لي في 48 ساعة، في 48 ساعة 14 رحلة جوية نزلت في مطار الغربضية. 14 رحلة جوية نزلت في مطار الغربضية في 48 ساعة قاعد نحصل فيها احنا قاعدين غادي. حسبنا الله. إخوتي راهو أنا وشوف نشوف هذا في الأوباش، أوباش كثيرين يهددون في مصراتها على وجه الخصوص، وتهديدهم مش من فراغ. راهو تهديدهم مش من فراغ. تهديد هؤلاء الأوباش ليس من فراغ. الحذر الحذر، الحيطة الحيطة. راهو يعدوا لنا، ما يعدوا لنا يعد راهو شيء لا يصدق، شيء مهول. فلا بد أن نستعد. لا يا إخوتي، يا حكومة الوفاق، إذا كنتم تدرون فتلك مصيبة، وإذا كنتم لا تدرون فالمصيبة أعظم. أحذر وأحذر وأنذر. بارك الله فيكم ولكم عليكم. شكرا يا أخي عبد الله، شكرا شكرا، بارك الله فيك. نعم أخي. تفضل يا أخي. نعم المغربي تفضل. ألو السلام عليكم. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك يا شيخنا صلاة اللي بعد أذان العصر ركعتين أم أربع ركعات؟ الصلاة بعد صلاة العصر، بعد الأذان ولا بعد الصلاة؟ بعد أذان، بعد الأذان. بعد أذان صلاة العصر. نعم. بعد الإقامة، قبل الإقامة الأربعة أو اثنين. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مختار بن وليد تفضل يا مختار. وآخر سؤال إن شاء الله آخر متصل، لأن الوقت ضاق يعني، بارك الله فيكم. نعم مختار تفضل يا مختار. نعم. صلاة الجهر والسر. أعيد السؤال يا مختار. وشنا؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤال. نسمع فيك تو. تفضل. سؤالي شو معنى الآية 110 من سورة الإسراء؟ لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا تخافت بها. طيب. أم الشهيد تفضل يا أم الشهيد. شكرا يا مختار بن وليد. حاضر، انقطع الاتصال وصوتك يعني اليوم مشوش لأن الكهرباء يبدو في بن وليد ما فيش. أم الشهيد طيب. شيخنا بارك الله فيكم، لازال يمكن سبع دقائق. شيخنا سمعت الأخ عبد الله من مصراتة ماذا يقول عن حشد القوات الروسية، ويعني فرق الاستطلاع عرفت أن هناك طائرات تنزل تقريبا رحلات كثيرة جدا من الروس و السوريين وغير ذلك، وكذلك بخصوص مقاومة الغزو الروسي. الأخ عبد الله يسأل كذلك يعني ما حكم مقاومتهم الآن؟ يعني مقاومتهم واجبة الآن وقبل الآن وبعد الآن. أي واحد يغزو البلاد، يغزو بلدك، فواجب عليك مقاومته، هذه لا نقاش فيها. نعم نعم. طيب شيخنا كذلك الأخ المغربي تقول، الأخت تقول صلاة بعد أذان العصر، بعد أذان العصر في صلاة فيه نافلة، قالت إذا كانت فيه هل هما أربع ركعات أو ركعتين؟ فيها نافلة قبل العصر وبعد الأذان،
النافلة ليست ممنوعة، ويعني أما هل هي أربع أو ركعتان هذه قضية خلاف بين العلماء. معظم العلماء يقولون أربع، ومنهم من يقول لها أقل ولها أكثر، فأقلها ركعتان وأكثرها أربع. نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ مختان بن وليد يقول الشيخ ما معنى الآية رقم 110 في سورة الإسراء لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا؟ سبيلا، نعم، هذه الآية وردت في التفاسير بأن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عندما يصلي في منزله كان يرفع صوته عاليا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الشارع، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان على عكسه لا يسمع حتى ولو كنت قريبا منه. فهذه الآية بيّنت أن أبا بكر يجب عليه أن يرفع صوته قليلا، وأوجبت على عمر بأن يخفض صوته قليلا، والحق بين هذا وهذا. هذا معنى قوله تعالى وابتغي بين ذلك سبيلا، هذا بالنسبة للسبب. نعم. ويؤخذ منه الحكم للمسلمين جميعا. نعم، فلا يصلح رفع الصوت حتى ينزعج الناس من ذلك ويشوش عليهم، ولا ينفع في الصلاة الجهرية ألا يسمعك حتى من كان بقربك، الله أعلم. طيب شيخنا، أحد الأسئلة عن طريق صفحتكم الرسمية يقول يعني يا شيخ رجل طلق زوجته وهو معها في البيت، يعني فما الضابط في بقاء الرجل مع زوجته المعتدة؟ إذا كانت الطلقة رجعية فالمفروض أن ينفصلا في قضية الإقامة، يعني كل في بيت، وكلمة البيت قلنا هي يعني بعض الناس يساوي الدار عندهم وبعضهم يساوي المنزل، فلا يمكثان في مكان واحد لكن في منزل حتى يمكن أن يبقيا حتى ولو لم يرجعها إلى عصمته. وأما إذا رجعها لعصمته لا إشكال في ذلك. والذي تحدث عنه الفقهاء أن المعتدة لا يتغذى معها زوجها ولا يتعشى معها، أي لا يأكلان جميعا ولا يرى منها إلا الوجه والكفين. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم الله تعالى ونفع بكم. إن شاء الله الحلقة القادمة شيخنا نبدأ في أركان البيع التي يجب أن يتعلمها التاجر المسلم بحول الله وقوته، حفظكم الله تعالى ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا ختاما إخواتي أخواتي جئنا إلى نهاية اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل.